كنت قلت لي من بدري يعني. هو ده حصل فجأة. ده دي اسهل حاجة على فكرة. حاجات احكي اكل حضرتك قصة لذيذة حصلت معايا قبل كده. مرة وانا بدرب وادي دجلة فكنا خلاص يعني احنا خلاص سادس الدوري ويعني ما عندناش امل نروح افريقيا ولا ما عندناش مشكله. فقلت لمجد سامي, ومجد سامي حبيبي يعني جميل لغايه دلوقتي يعني راجل جميل هو عادل. جمال وعادل حبيبي وعادل ابونا عادل. فالمهم يعني تقول مجد بقول لك ايه, اللعيبه بتوعنا الكبار كان عندنا بقى الحضري ومحمود علاء والسيد سالم وعرف ست سبع لعيبه, مفيش فريق في الدوري مفيش حد من دجله. ايوه كان فرقه كويسه جدا يعني. فقلت له بقول لك ايه, احنا كده ندي راحه للعيبه الكبار دول وفي ست سبع لعيبه صغيره عايز اجربهم عشان نحضر نفسنا للموسم الجديد. اللعيبه الصغيره دول مين بقى؟ هلال وعمر مرموش ومحمد محمود ومحمد شريف ومرعي, كل الولاد اللي جابوهم. دلوقتي انا بقى لعبتهم وهم صغيرين وهم قلت يعني اديهم فرصه. قلت لهم بص حتى لو اتغلبنا نلعب مفيش مشكله. فكان عندنا شهر اجازه, عندنا شهر اجازه مفيش ماتشات في الدوري, وعندنا ماتش كاس بعديها ب 28 يوم. فديت اجازه عندك مساحه. فاخدت الفرقه ورحت السخنه وديت اجازه للعيبه الكبار وطلعت بالولاد الصغيره دول بحفظهم وشغال وبتاع. والله العظيم يا ست الوزن بقول لك كده. لقيت جاي لي جواب يوم 8 يوم 8 عندك ماتش مع الاهلي في دور الثمانية في كاس مصر بعديها باربع ايام يوم 12 مع الاهلي. الله الماتش ده يوم 28 يا جماعه ارجوكوا انت, انا اديت اجازه بتاع لك مفيش كده تلعب بره الاربع ايام. ولعبنا لعبت بالولاد الصغيره واتغلبنا. الولاد لعبوا ماتش طبعا كويس جدا بس اتغلبنا. ولكن يعني الحاجات دي ال يعني حضرتك شايف الحاجات دي هتتصلح ايه؟ انا عارف يا كابتن ميدو, انا لعبت ثلاث ماتشات بتوع الرابطه بره ارضي يعني في فريق ثلاث ماتشات في المشاركه في الرابطه. ثلاث ماتشات بره. حضرتك بتتكلموا مع الناس ولا بعتنا جوابات وبعتنا احتجاجات, وفي اخر جواب بعتنا قلنا له رجاء التكرم بالنظر والدراسه والافاده. في شروط مفيش افاده. يعني حضرتك العب. طب حضرتك بتكلم يعني الحاج عامر حسين بشكل شخصي ولا لا؟ كويس ان هو بيرد عليك. ده قال ان هو معهوش نمره. الاستاذ وليد ده. وعلى فكره التصريح ده تصريح خطير جدا انا في رايي يعني. اقول لحضرتك ليه؟ لان حضراتكم كانديه انتخبتوا الحاج عامر حسين في الرابطه, فالمفروض الطبيعي ان هو يبقى في خدمتكم. لا وبعدين النهارده ما دي يعني يعني ما دي دي شغلتك. ايوه والمفروض طبيعي ان انت يعني انا النهارده ما يبقاش عندي التليفونات بتاعه الناس اللي شغاله معايا. يعني احتاج المدير التنفيذي, احتاج المدير الفني, احتاج يعني ما عنديش الناس اللي انتخبتك يعني الناس اللي انت بتمثلهم يعني. فانا في رايي ان هو تصريح عدى كده يعني, لكن هو يعني لعبت حضرتك الثلاث ماتشات بتوع الرابطه لعبتهم على بره يعني. انا بدات بالجونه بره ارضي في الجونه, وبعدين المصري حسب ان هو الماتش بتاعي لعبت في برج العرب عشان بيلعبوا في ملعب. وبعدين رجعت على المقاولين على استاد المقاولين. وبعدين راح مرجعني في الدوري. لعبت ثلاث ماتشات في اسكندريه 13 فبراير و25 فبراير و1 مارس. كل الناس بتشتكي على فكره. لسه والله كنت بكلم برئيس النادي مش عايز اقول بيشتكي شك, وكل الناس بتشتكي والتغيير لازم يبقى حتمي. انا اسف يعني انا اطلع يعني ان انت حتى يعني يعني التغيير حتمي إن والله انت يعني انت متواصل مع شكوايا. يعني انت متواصل مع شكوايا مهتم بيها مهتم بيها, ولو في مبرر موضوعي قول لي عليه. طب انا يعني تجيب لي الماتش 15 مارس بتاع فاركو تلعبني يوم واحد واتغير لي الملعب من برج العرب للماكس, وانا لعب ماتشين في اسكندريه اتحاد وسموحه, وتجيبني على ماتش فاركو للاسف مفيش ضوابط.